هنا نتكلم عن المبادرة الوطنية لدعم وتأهيل الشباب. صباح الفل على أجدع شباب وبنات فيك يا مصر، صباح الخير، صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح كل المعاني الجميلة والأمل بكل معانيه. مبادرة وطنية شاملة نبدأ بها 2020 على مستوى الجمهورية هتنطلق من جامعة عين شمس، مبادرة بعنوان كيف تختار مسار حياتك. شركاء جايين علشان يخدموا حضرتك وحضرتك ويقدموا لك مادة علمية ومعرفية رفيعة المستوى بدون مقابل. بيقول لك اتفضل، احنا هنا في مبادرة كيف تختار مسار حياتك بنجدد الحلم والأمل. ينفع تختار قبل ما تبدأ الطريق، قدامك حرية الاختيار، العالم والسماوات المفتوحة بين ايديك دلوقتي، تقدر تختار، تقدر تقول انا هاخد الطريق ده او اخد الطريق ده او هخلي حياتي بالشكل الفلاني. مهاراتك وموهبتك بعد توفيق ربنا هي اللي هتحكم انت عايز تروح فين. احنا معاك، هنبدأ معاك من اول زراعة الحلم. كتير مننا بيقول يا ريتني كنت عرفت مسار حياتي من زمان، يا ريتني كنت فهمت يعني ايه اختار مسار حياتي وابني مسار حياتي بشكل ايجابي من زمان. لو سالتوا الناس اللي هي اتخرجت وبقالها سنين في العشرينات، اخر العشرينات او الثلاثينات او حتى دخل الاربعينات، يقول لك يا ريتني ما كنت قطعت كتير من سنين عمري وانا مش عارف الطريق ده يودي فين، وانا ما استندتش على مهاراتي وطاقاتي وقدراتي والمواهب اللي ربنا حطها جوايا. كتير مننا يقول يا ريتني كنت سخرت كل فكري واسلوب حياتي جوه اطار علمي ومنهجي يطلع الكوامن جوايا ويفهم مواطن القوه عندي واعمل سوات اناليسز. ما كنتش فاهم ان في الدنيا حاجه اسمها سوات اناليسز، القوه والضعف والتحديات والتهديدات. ما كنتش عارف ان في حاجه اسمها رؤيه ورساله واهداف وادوات. ما كنتش عارف حاجه اسمها خطه وخريطه والفرق بينهم، ادوات واهداف والفرق بينهم. يا ريتني كنت عرفت ده من زمان، ولو كنت عرفت ده من زمان كنت عملت حاجات كتير. وهي الحياة ايه غير مسارات؟ اما انك تختار الامل طريقة تفكير، واما ان اليأس يبقى طريقة تفكير. اما انك تختار الايجابية طريقة تفكير، واما ان السلبية طريقة تفكير. الناجح يجد فرصة في كل صعوبة، واليائس يجد صعوبة في كل فرصة. الناس اللي عملت امبراطوريات تجارية واستثمارية وتنموية وعملية حول العالم بدأوا بحلم. عارف لما يقولك بيل جيتس خرج من الجامعة عشان قبله فأسس واحدة من أكبر شركات التكنولوجي والكمبيوتر في العالم، وهو من أغنى رجال العالم، يمتلك ثروة بالمليارات ومعاه شهادة أنه لا خرجوه من الجامعة لأنه قبله. ولكن جه الحلم صحة جواه حاجات كتير. وهي الحياة إيه غير اختيارات؟ وهي الحياة إيه غير روعة القرارات؟ وهي الحياة إيه غير إنك تقول من هنا الطريق فأنا همشي وهوصل. I will never give up until I reach. لن أبرح حتى أبلغ. والعالم كله اتغير بإيه غير بفكرة إيجابية متينة صحابها أمنوا بيها وقدموها الناس بشكل كويس. القاعدة بتقول محدش بيحط في دماغه فكرة ويعيش عشانها ويبذل من أجلها كل ما يملك إلا وبعد توفيق ربنا لازم يحققها. كيف تختار مسار حياتك؟ مبادرة وطنية هتنطلق من جامعة عين شمس برعاية كريمة من رئيس جامعة عين شمس ومن نائبه ومن عميد كلية الآداب، وهي إن شاء الله بإذن الله تعالى منها من جامعة عين شمس إلى آفاق حول الجمهورية. كيف تختار مسار حياتك؟ أحمد حبيب.